فضيلة الشيخ وفقكم الله، الفرع الوارث هل يقصد به الابن فقط أم الفرع الوارث الأولاد والبنات؟ الأولاد والبنات هم الفرع، لأن النسب أصول، ثلاثة أقسام النسب: أصول وفروع وحواشي. الأصول هم الآباء والأمهات، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين، والحواشي الإخوة والأخوات والأعمام والعمات. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.